كليك اف ام الإذاعة الأولى في تونس. فرحانين 30 يوم كاملين وبجو لا شمالا ام جي تربحكم ان فواياج بور دو بيرسون. ام جي اعز حاجه عندك كل يوم في عيد ميلاد ام جي فرحانين 30 يوم كاملين. ام جي تفرح بكم وتفرحكم لمده شهر كامل على موزايك اف ام وتربحكم كل نهار ثلاثه وكل نهار جمعه وتنصحكم باش تنخرطوا في منظومه كلوب ام جي اللي تعطيكم امتيازات كبيره تحافظ على المقدره الشرائيه نتاعكم وتعطيكم زاده تخفيض فوق التخفيض بفضل لاكارت كلوب ام جي. كان تحب تربح مع مالك العوني مالك اللي يمشي لكم كل نهار الوحده من مغازات ام جي. شرط المشاركه سهل برشا تكون عندك لاكارت كلوب ام جي وتشارك في التشالنج لا شام مالا يهدي لك كاوكا على الدخلة ان بون داشا قيمته 100 دينار وانتي لازم تعبي شغيو بال100 دينار باكثر قضية ايكونوميك ممكنه وباش نسهلوا لك العمليه. ام جي تحط على ذمتك كوتش باش يعاونك باش تختار على خاطر ام جي تحافظ على المقدره الشرائيه نتاعكم. من بكري خلينا مالك وهدى نشوفوا هدى شنو عملت في الدوره نتاعها وشنو قضات بال100 دينار. مرحبا يا مالك. مرحبا يا هاجر. دونك مدام هدى كاميرات القضيه نتاعها مع الكوتش معتز اللي يحاول انه يعاونها لو ماكسيموم باش تنجم تاخذ لي زارتيكل اللي فيهم بروموسيون. دونك مجموع شرايات المتباريه مدام هدى تكلفوا 132 دينار و720 وبمجرد انه تتمتع بليزوفر انيفرسير ام جي وبعض الامتيازات اللي تمكنها باش بيان سور نحكيو على الكارت كلوب ام جي ما دفعت كان 101 و590 101 دينار و590 مليم وبالتالي فضلت في جيبها اليوم مدام هدى 31 دينار و130 فرنك 31 دينار و130 مليم وهكا تكون ام جي ساهمت في تحسين القدره الشرائيه نتاع مدام هدى. حتى تروح تقريض قضيه باهيه ولا مدام؟ ان شاء الله قضيه باهيه ولا ما يمنعش انه مبروك عليك راهو ال 100 دينار يا مدام راهو القضيه اللي قضيتها. عايش مبروك عليك. شكيك مدام حزينه تحب 200؟ سلام مبروك عليك مدام. انت اوتوماتيكمون تدخل في القرعه في التراج والصوره ان شاء الله نجم تكون ترمي باش تكون رابحه ان شاء الله الفواياج لزوج اشخاص لتركيا لاسطنبول. مشيت تركيا قبل ولا؟ لا ما مشيتش. ان شاء الله ربي يسهلك. عايش. دونك هاجر هذا بالنسبه للقضيه تاع مدام هدى اليوم في ام جي المرسى. نهار الثلاثاء باش نكونوا موجودين في ام جي حي الزهور ونهار الجمعه باش نكونوا في ام جي الدندان. دونك هاو دو رونديفو من توا للناس اللي قاعده تسمع فينا على موزايك فهم. حضروا رواحكم هزوا الكارت كلوب ام جي نتاعكم انتم وان شاء الله تكونوا رابحين. يعطيك الصحه يا مالك ومبروك الهدى. دونك خذيت القضيه 132 دينار 720 خذيتها ب 101 و590 مليم. دونك ربحت مدام هدى 31 دينار و130 مليم. دونك بريسك الانتيغ تاع القضيه ربحتها مدام هدى. ان شاء الله مبروك عليها. نهار الثلاث رونديفو جديد معاك مالك ومع ام جي نتعرفوا على المسابقه الجديد اللي باش يحاول يربح فواياج لتركيا لزوز من الناس من اهداء ام جي. ام جي اللي تحافظ على المقدره الشرائيه للتوانسه وفي عيد ميلاد ام جي ديما 30 يوم.